هي الشعبية. أنتقل إلى بشار والأستاذ الدكتور مجدوب جوراري. أستاذ، الجيش الوطني الشعبي كما كنا نتحدث منذ قليل تمسك بعقيدته، لكن الظروف الإقليمية والظروف الدولية كانت تستدعي أن تكون هناك احترافية أكثر وجاهزية وعصرنة وحتى دستوريا. اليوم الجيش الوطني الشعبي يمكنه المشاركة في قوات حفظ السلام خارج الحدود. أستاذ جوراري. نعم، شكرا أستاذي الكريم. في حقيقة الأمر التعديل الدستوري الهام الذي أجري بتاريخ نوفمبر 2020 يعني وسع يعني من صلاحيات المؤسسة العسكرية وفق ما يجعلها تقف صمام أمان أمام جميع التهديدات الخارجية وفي مسألة حفظ السلم والأمن الدوليين. في حقيقة الأمر يعني المؤسسة العسكرية أثبتت نجاعتها وأثبتت جاهزيتها بمسايرتها لما وصلت إليه مختلف الدول ومختلف الأمم، وكل ذلك حماية للجزائر الحبيبة. لم يتوقف الأمر هنا، وإنما هناك بلغة الأرقام ولغة الإحصاءات في حقيقة الأمر يعني الهجمات الإرهابية التي عانت منها الجزائر يعني فيما مضى أثبتت المؤسسة العسكرية أنها كانت لها بالمرصاد وأثبتت علو كعبها في هذا المجال. مسألة الجرائم السيبرانية كجرائم مستحدثة تستهدف يعني أمن واستقرار الجزائر، المؤسسة العسكرية أخضعت جميع أفرادها لتكوين في حقيقة الأمر عالي مختص يساير التصدي لهذه الجرائم بمختلف أركانها وبمختلف صورها على الرغم من صعوبتها. المؤسسة العسكرية في حقيقة الأمر سريرة جيش التحرير الوطني حافظت على مشعل الجزائر شامخة وسيدة، ولا سيما في المرافعة على حقوق الشعوب المستضعفة وفي إقرار مبادئ القانون الدولي، ويأتي في مقدمة هذه المبادئ مبدأ يعني التدخل الإنساني بمعنى مبدأ حسن الجوار، مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. يعني كل هذه المعاني السامية في حقيقة الأمر يعني أثبتتها المؤسسة العسكرية من خلال ثبوت جاهزية ومن خلال مسيرتها لأحدث التطورات التكنولوجية التي توصلت إليها الدول المتقدمة. يعني في حقيقة الأمر يعني الجيش الشعبي الوطني بأفراده ومختلف يعني أسلاكه يعني هناك يعني ما يعرف باحترافية يعني على جميع الأصعدة، وكل ذلك في إطار دستوري، في إطار احترام الشرعية، في إطار احترام مبدأ المشروعية. ونقول في هذا السياق أن الجزائر لها أن تفتخر بالمؤسسة العسكرية ولها أن تدافع عن كل شبر كما جاء على لسان السيد رئيس الجمهورية في عديد خطاباته، يعني كل شبر من الجزائر الحبيبة نقول أنه في أمان بفضل تواجد المؤسسة العسكرية. شكرا لك الأستاذ مجدوب جراري، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، كنت معنا من محطتنا الجهوية ببشار. شكرا موصول لزملائي بمحطة بشار. شكرا لك أستاذ جراري. أستاذ عبد الحكيم بغرار، حديثنا عن الجيش وحديث عن الأمن تقليد دستوري موجود في دستور 76، لكن أصبح اليوم حقيقة نتحدث هنا عن المجلس الأعلى للأمن. أستاذ عبد الحكيم بغرار، حقيقة المجلس الأعلى للأمن هذه أو على الأقل في السنوات الأخيرة عرف نشاط كبير جدا، ويجتمع بانتظام ويتابع كل التحولات الإقليمية والدولية، ويكيف عقيدة الجيش الوطني الشعبي دائما بالاستناد على الدستور حتى نطفي الشرعية عن أي تحركات. وهذا أمر مهم جدا، لأن مرجعية الجيش الوطني الشعبي على الأقل منذ المنظمة الخاصة في 1947 كانت دائما وراءه نخبة مثقفة، وهذا ما أهم ميزة يتميز بها الجيش الوطني الشعبي الجزائري، بأنه جيش نخبة على كثرة تعداده، وبالتالي فالتوجيهات والمخططات كلها مدروسة ولا مجال للخطأ. ولاحظ بأن قيمة الجيش الوطني الشعبي هو من الاعتراف الدولي بمرجعية المؤسسة العسكرية الجزائرية في مكافحة الظواهر السلبية ومختلف الآفات ومكافحة الإرهاب. الجزائر لا تطلب مساعدات من الخارج، فوق ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تتعاون استخباراتيا، وبالتالي تنسيق عالمي عالي المستوى فيه تفتح حتى على الحلف الأطلسي والتعاون، لأنك لا يمكن أن تعيش بمعزل عن العالم اليوم، وبالتالي الانخراط في مختلف
المخططات الإقليمية والدولية، هذا زاد من قيمة المؤسسة العسكرية التي تستشار في إفريقيا والوطن العربي والمنطقة المتوسطية، وكلامها مسموع. مخططات منذ الثورة 3000 فرد في المنظمة الخاصة، عندما نتحدث عن الراحل أيت أحمد عن محمد بن وزداد عن ديدوش مراد، هذه قوة عقلية وعقل مدبر للمؤسسة العسكرية. ونحن أنشأنا وزارة للاتصالات في الخمسينات، وسلاح النقل والتكوين في شرشال في 63، إنشاء سلاح الدرك، مشاركة في حروب إقليمية في 67، النكسة العربية كانت بسبب العوامل التي جعلت الجيش الوطني الشعبي يصل متأخرا إلى القاهرة. عندما وصلنا كانت وقف إطلاق النار قد اعتمد، ولو كان الجيش الوطني الشعبي هناك حارب بشراسة في 73، في الثمانينات كانت إعادة هيكلة، إنشاء قيادة قوة برية، قيادة أركان، فيه ثقة كبيرة، فيه عمل مشترك، فيه تنسيق متكامل، ولعل هذا ما جعل الجزائر تدير أزمة العشرية السوداء بكفاءة كبيرة جدا. ونلاحظ بأن اليوم العالم كله غارق في آفة الإرهاب، الجزائر لوحدها حصار دولي كبير جدا. الجيش الوطني الشعبي دستوريا في دستور 63 76 88 الجيش كان رافدا للحفاظ على السيادة والدفاع والانخراط في الجبهة الاجتماعية والاقتصادية، طريق العبر للصحراء، السد الأخضر، الصناعات العسكرية، تمويل ذاتي للمؤسسة العسكرية، لا نطلب الكثير من الإمدادات من الخارج، وهذا أمر مهم جدا. وبالتالي كل هذه العوامل التفتت على العصرنة، إنشاء مدرسة للذكاء الاصطناعي، وخاصة سلاح الاتصالات، الجزائر قوتها في الاستخبارات وفي الحصول على المعلومات، وهذه أصلا هي حروب استباقية نجحت فيها الجزائر. ولعل ملف السيادة اليوم، حدود دول تقصف من الكيان الصهيوني، اعتداءات على مختلف المجالات الحيوية للدول دون أن يكون هناك أدنى اعتراض، بالمقارنة الجزائر الحمد لله في هذا المجال المؤسسة العسكرية هي رائدة على المستوى العالمي. جيد، ننتقل إلى المحور الأخير والخاص بالسياسة الخارجية والدبلوماسية، نتابع هذا الموضوع مع زميلة جويدة بادر ثم نعود. Algeria 184. إن الجزائر التي تعي جدا ثمن انتزاع الحرية لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر. لم يعد خافيا أن السياسة الخارجية للجزائر الجديدة أضحت واضحة المعالم وغير قابلة للمساومات، قاعدتها رجاحة الطرح في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية. فمبدأ الندية في التعاملات الدبلوماسية الذي انتهجه رئيس الجمهورية وسياسة الصوت العالي في تعاملها مع القضايا العادلة أجبر بعض الدول على تصحيح نظرتها لعلاقاتها مع الجزائر. التزامات تعهد بها السيد الرئيس بتحيين أهداف الدبلوماسية الجزائرية في ظل القيم والمبادئ الثابتة التي تقوم عليها، فطويت بذلك صفحة التغييب وعادت لتفرض وجودها على الخارطة الدبلوماسية الدولية من خلال حراك دبلوماسي مكثف قاده رئيس الجمهورية في كبريات العواصم في العالم، فتح الباب واسعاً للتعاون والشراكة الاقتصادية. مواقف رئيس الجمهورية وخاصة الرئيس تبون راو يعني رفع قيمة الجزائر، وعرف كيفاش يعني الدول غير تتعامل مع الدولة الجزائرية تعرف الحدود ديالها. عادة الدبلوماسية الجزائرية من جديد كقوة إقليمية ومحورية، خاصة في عهد السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أصبح موقف الجزائر واضح وصريح، يعمل على المصالح الندية مع جميع الدول. ضمن هذه المقاربة الجديدة تعهد السيد الرئيس بتجسيد مفهوم جديد لسياسة خارجية جزائرية نشطة واستباقية. فعلى المستوى العربي كان للجزائر الفضل في إعادة لم شمل وترتيب البيت العربي، بدءا بإعادة سوريا للحضن العربي، وجعلت القضية الفلسطينية
في صلب الأولويات وأعادتها إلى المشهد الدولي بعدما وحدت صفوفها الداخلية برعاية رئيس الجمهورية. برعاية وإشراف من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. لقد أكدت الأحداث الأخيرة والهجمة الغاشمة على قطاع غزة حكامة الطرح الجزائري في مواجهة الكيان الغاصب، طرح تجاوب معه أحرار العالم لاقتياد مجرمي الحرب الصهاينة إلى أروقة الجنائية الدولية. فكانت الجزائر دائما في المحافل الدولية تدافع عن الأحرار، تقف إلى جانب المظلومين، دائما صوتها صوت وازن. من منطق المواقف الثابتة تجاه الأزمات والنزاعات الدولية ترافع الجزائر عبر مختلف المنابر عن دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتلتزم ببذل المزيد من الجهود من أجل المساهمة في تسوية النزاعات في ليبيا وفي منطقة الساحل الصحراوي والقارة الإفريقية. في مالي، في ليبيا، أخيرا في النيجر، الدور الرائد الذي تلعبه دولة الجزائر لا يمكن القيام بهذا الدور إلى دولة يعني في حجم الجزائر. كل هذه المواقف التي تقفها الحكومة الجزائرية وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون من أجل الشعب النيجري جعلت النيجريين يفرحون بهذه الوساطة، خاصة أنهم يعرفون أن الجزائر ليست لها مطامع أو ليست لها يعني ليست لها مطامع سياسية كبعض الدول الأخرى يعني تحققها من أجل من خلال هذه الوساطة. عقيدة دبلوماسية راسخة ومواقف ثابتة بوأتها مقعدا بأعلى هرم في الأمم المتحدة يمكنها من إسماع صوت القضايا العادلة في هذا المحفل الدولي. والجزائر التي تستميت في الدفاع عن القضايا العادلة وإحلال الأمن والاستقرار في العالم تطمح أيضا نحو تجسيد شراكات اقتصادية مربحة تحقيقا للتنمية على العديد من المحاور، بدءا بالدفع بتجسيد مشروع المنطقة الحرة للتجارة الإفريقية وفتح منافذ حدودية وخطوط بحرية وجوية مباشرة نحو عمقها الإفريقي. جزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار. قوة هادئة ونجاح وازن للدبلوماسية الجزائرية فرضته النظرة الاستشرافية ومواكبة التطورات والتوازنات، توازنات لا تعترف إلا بثابت المبدأ لا خانع مستكين. جيد، نعود إلى البلاطو. السادة رشيد علوش، السياسة الخارجية الجزائرية، هناك من أعطاها عنوانا للأربع سنوات الأخيرة تحت شعار السياسة الخارجية من الجمود إلى التوهج، لماذا بالنسبة إليكم سيد رشيد علوش؟ ممكن أن أقول من التمثيل وفقط إلى التأثير. جميل، الانتقال من التمثيل إلى التأثير في مجمل دوائر الأمن القومي الجزائري، لأنه كان هناك نوع من الجمود والركود صحيح للعوامل البنيوية، وكان من أحد أهم الالتزامات التي قطع السيد رئيس الجمهورية على نفسه التزام 48-49-50 كان هو السياسة الخارجية والدبلوماسية والجالية الوطنية بالخارج، إعادة ربما بناء نقاط الارتكاز بالنسبة للجزائر على مستوى الدول التي كنا نملك معها مصالح حيوية أو مصالح استراتيجية بدون أن نغفل أي محور، وهذا يتم بناؤه بناء على ربما المبادئ الموجهة لعمل السياسة الخارجية والمبادئ أيضا موجهة للدبلوماسية الجزائرية مع التكيف أيضا والتموضع. نتكيف مع مجمل هذه التغيرات المتسارعة لأن الظرفية أيضا والسياق الدولي والإقليمي كان متسارع من ناحية ربما نقول التغيرات الجيوسياسية التي حتمت على الجزائر في ظرفية أربع سنوات أن تعيد تكييف مبادئها الموجهة لعمل سياساتها الخارجية بما يتوافق مع هذا التغير ويتوافق أيضا مع هذا التسارع، ولكن أيضا بما يخدم مصلحة الدولة الجزائرية ولا يتعارض أيضا مع مصالح الدول التي نملك معها شراكات استراتيجية. ربما كانت البداية
أول خطاب للسيد الرئيس كان تحدث، حتى في خطاب التنصيب كان تحدث عن الأزمة الليبية التي كانت تمثل هاجسا للأمن القومي الجزائري، كان قطع على نفسه على أنه سيعيد ربما بناء نوع من التوافق ما يتعلق بالإخوة الليبيين، ويوفر كل الجو للإخوة الليبيين لبناء توافق، وأيضا توفير الجو الملائم لمصالحة الوطنية. تمكنت الجزائر من طرح مجموعة، نقول مجموعة من ليس من المقاربات ولكن مجموعة من التصورات التي يمكن أن تساعد الإخوة الليبيين في تجنيب التدخل الأجنبي الذي يعتبر أحد الأسباب المعرقل لأي تسوية ليبية ليبية في ليبيا، وصولا إلى منطقة الساحل الإفريقي التي تعتبر هي الأخرى عمق استراتيجي للدولة الجزائرية، ولكن أيضا تعتبر ربما هي نقطة الارتكاز لمجمل عمل أو اتجاه السياسة الخارجية اتجاه القارة الإفريقية، وكان أيضا الخرجة الثانية بعد برلين كان للاتحاد الإفريقي، وكان كرر السيد الرئيس مرارا على أنه تلمس نوعا من الاستغراب لدى الأفارقة الذين سألوه مرارا وتكرارا حول هذا الغياب بالنسبة للجزائر في القارة الإفريقية، ولذلك كانت ربما عزم من طرف السيد الرئيس على أن يعيد ربما بناء مرتكزات السياسة الخارجية على مستوى القارة الإفريقية من خلال الاهتمام ربما ب المرتكز وهو هندسة السياسة الأمنية، والأستاذ إدريس يعلم جيدا هذا.